إذن متابعي أو مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. نبدأ بهذا المباشر. أنا كنت واجدو بجنب مفاضاء طارو بالضبط من العنق، حي العنق. جميل أننا نشوفو ملاعب كتسن فين يفرغو مواهب الطاقة ديالهم، ولكن الغير الجميل والغريب في الامر هو ما نشوفوش هاد الملاعب اللي كتبنا ما كاملاش. ملي كنهضروا ما كاملاش، ان انت ملي غتبني ملعب فين يترينيو او يلعبوا وليداتنا ويفرغوا الطاقه ديالهم، خاصنا نكملوهم، ماشي نبنيو لهم تيران اتيران اسمي تيران وصافي، اش بجميل براس الخ الخ الخ، ولكن التيران خاص يكون كامل مكمول. ملي كنقولوا هنا كامل مكمول، مرافق عموميه او مرافق ديال التيران، كنهضروا هنا على المراحيض، كنهضروا على مستودع او على الاقل بلاصه فين غادي يقدروا انهم يبدلوا، كنهضروا على مدرجات شي بلاصه يكونوا لداخل. شوفوا الناس فين كيتفرجوا، شوفوا الناس فين باركين وكيتفرجوا، شوفوا فين حاطين الكراسي ديالهم وكيتفرجوا من برا التيران، الغبره والتراب، لا مدرجات الجمهور، باختصار ملعب فيه التراب والغبرة كيفما كتابعوا معنا مشاهدي الكرام على المباشر. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني هو واش عندنا فقط كرة القدم؟ هم الناس زوا الكراسي ديالهم كيفما كتابعوا معنا وغادي يدخلوا باش يتفرجوا لداخل بالكراسي ديالهم، في غياب حتى بلاصة مخصصة للجمهور. تجي فيهم كرة ما تجيش فيهم الناس المسؤولين ماشي ساقم، المهم انهم غادي يدخلوا يتفرجوا وراء السياج على ما اظن او داخل الملعب. هذه من جهه. الجهه الثانيه او السؤال الثاني المطروح هو واش عندنا فقط كره القدم في المغرب؟ شفنا انتكاسه الاخيره في الاولمبياد وبرونزيه لكره القدم وذهبيه يتيمه لحمزه او ذهبيه يتيمه عفوا لسفيان البقالي. فين هي الرياضات الاخرى اللي كتخسر عليها اموال؟ فين هو التكوين للرياضات الاخرى؟ واش مش ما كانش من الاصح كيف ما كنقولوا انه يكون هنا جوج ملاعب القرب ديال كره القدم، نديروا واحد ديال الباسكت ونديروا واحد اخر ديال شي رياضه اخرى؟ كنعرفوا تبارك الله العمق راه شحال فيها من تيران ديال الكره، راه فيه بزاف. واش ما كانش من الاصح اننا نديروا جوج ديال الكره وجوج ديال الرياضات اخرى، منها اننا ننوعوا، منها اننا نديروا تكوين ونحبوا الناس في رياضات اخرى. جاي الاولمبياد ان شاء الله 2028، راه ما عندناش فقط كره القدم، ما بغيناش عاوتاني نمشيو للاولمبياد ونعاودوا نفس السيناريو ديال هذا العام هذا ونقولوا لا هذه راه عندنا غير الكره، راه عندنا غير الكره. لا راه تبارك الله راه شعب موهوب بالفطره، شعب تبارك الله عندنا طاقات بشرية خاص غير اللي ياخذ بيدها. هذه رسالة أنا كنتمنى أنها توصل للناس المسؤولين عن هذه المنطقة. ما عندناش فقط غير كرة القدم، مزيان أننا نشوفوا ملاعب كتشحال فين يفرغوا المواهب ويفرغوا الشباب الطاقات ديالهم، ولكن ماشي من المزيان على أننا نشوفوا ملاعب التيران ما مكموش. يعني الدري أو الشاب أو أيا كان جا بغا يلعب في التيران خاص يجي لابس منظارهم، علاش واش يقدر يلبس هنا في الغبرة هذه؟ خاص يجي لابس منظارهم. الا جا شباه ولا الام ديالو بغات تفرج فيه راه غتدخل لداخل التيران، الا دخلتي غير داخل التيران غتجي فيها كره، ولا خاصها توقف هنا برا في التراب. الدري الا بغا يمشي لشي مرحاض ما كاينش هنا شي مرحاض. دونك كنتمناو على ان هذا الشيء من هنا لقدام نبداو شي حاجه كامله مكموله، وهذه الرساله نتمنى على ان توصل للناس المسؤولين ديال هذه المنطقه اللي كتواجدوا في فضاء طرق بالعرض.